قربت الامتحانات ويعني بعد موسم الصيف والعطلة والإجازة لكل الطلاب وخصوصا مراحل الابتدائية اللي الأهل بيعتبروها أنه هي فترة طويلة موسم الصيفي والأطفال بيعتبروها فترة من الراحة، ولكن أيضا في ناس بتعتبر أنه لا، هي الفترة هي الفترة لازم استثمرها مع أولادي، نمي مهارات معينة، ابني قدرات معينة وأهلهم لأعوام دراسية تانية. صحيح سلمى، واليوم ما ممكن كثير من الأهل يشوفوا أنه ممكن تكون الأندية الصيفية هي ترف أو أمر غير ضروري، ولكن هي كثير ضرورية وهامة، يعني بتوازي رياض الأطفال ببناء قدراته وأيضا تعليمه لمهارات جديدة وتوظيف هي المهارات وقدراته العقلية، وأكيد كثير بتحقق المتعة للطفل، أكيد وفق برامج بتنمي هي القدرات عنده. واليوم أكيد بدنا نتعرف كيف ممكن نستثمر هي الطاقات عند الطفل بدون ما تكون هي مجرد مضيعة للوقت وبدون ما تكون هي من غير إفادة أو مجرد موضوع ترف. لهيك اليوم ما رح نتعرف على كثير من التفاصيل يلي رح نعرفها من ضيفتنا اختصاصية التربية الخاصة ريم سعد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم دائما. يا أهلا، يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يا أهلا، خليني نبلش مع حضرتك. مثل ما قلنا بالمقدمة، كثير أشخاص بيعتبروا أنه هلأ فترة الصيف معناته فترة راحة، الأطفال لازم يرتاحوا، بذلوا جهد كتير كبير، التزام كان بالمواعيد الاستيقاظ وما إلى ذلك والدراسة وكتير أمور تانية. هل هذا الشيء صحيح ولا لا؟ في شيء منه صح وفي شيء منه غلط؟ يعني عادي أن الطفل لازم يرتاح وياخد فترة راحة ويتسلى بالصيف، ولكن لازم يكون معه شيء. أنت شو بتشوفي؟ فترة الراحة عم بتكون تقريبا أسبوع بنهاية شهر أيار لأول حزيران، فعم تكون جيدة بالنسبة للأطفال أنه هنا يرتاحوا من الدراسة وأنه يفيقوا بكير والالتزام النظام. تماما. الأنشطة الصيفية حسب تطلع الأهل والطفل لها تختلف، يعني أنا عندي أعمار بالست سنين وما فوق، فعادة الأهل بفضلوا أنه يتعلم فيها رياضة، يتعلم فيها موسيقى، يكون في نادي، يكون في جزء منه تعليمي وجزء منه ترفيهي. كونه الأسرة غالبا جميع أفرادها هن بالعمل، فأنا ابني بالصيف ما بقدر أتركه لحاله، ممكن بالبيت أو عند حدا، فالأفضل أني أنا أشغله بشيء مفيد جيد وأنا قلبي مطمن أنه أنا ابني بمكان آمن وعم يتعلم شيء. أو إذا كان طفل تحت 6 سنين فهو بده يكون ببيئة بتحتويك مثل الأسرة الصغيرة مع أنشطة أشياء لطيفة، بس كون العمر لساته صغير يفضل أنه ما تكون أندية خارجية، يعني سباحة أو قدم أو 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 كرة سلة، بهي التفاصيل خارج إطار يروح ويرجع فيه لأنه بعده لساته صغير غير قادر تماما على الاعتماد على نفسه. بس هي بكل الأحوال بتريح الأهل بفترة معينة هي أعمالهم وأشغالهم، وبالجهة الثانية الطفل بيكون فيها مستفيد، عم يستثمر الوقت، لأنه إذا بدنا نحكي 3 شهور صيف فهو وقت فراغ كبير جدا. أنا ابني ما بقدر بالبيت حتى لو ما كنت موظفة أقدر أشغله كل هاي الساعات الطويلة، هو غالبا رح يلجأ للأجهزة اللوحية ويلجأ لكل شيء تواصل اجتماعي، وهي التفاصيل اللي هي عم تضره بناحية معينة وعم تضر التعليم تبعه وعم تضر تحد من قدراته. فلا، الأفضل إذا أنا كنت قادر أني حط ابني بمكان يعلمه شيء مفيد فهذا أكيد شيء مفضل يتابع. اليوم ريم ممكن نشوف كتير من الأهل عم يتوجهوا للأندية الصيفية، وبنفس الوقت أهل تانيين ممكن يشوفوا هذا الموضوع ما أنه مهم أو مجرد ترف ومضيعة للوقت. فخلينا اليوم نركز على مهمة أو أهمية هاي الأندية الصيفية، كيف ممكن تعزز الأنشطة عند الطفل، وأيضا ممكن الطفل وقت اللي بيكون نشيط وبيساهم بهاي الأندية وبيستثمر طاقته بالطريقة صحيحة كتير ممكن تساعد ببناء قدراته العقلية وتنمية أفكاره. تمام. خلينا نحكي شوي نسلط الضوء على قدرات الأهل المادية. تمام. يعني أنا إذا ما كنت بوظيفة معينة كأم وقدران يكون معي أطفالي بقلب البيت وما عندي القدرة بأنه يكون الطفل بمكان معين لا يلعب رياضة أو لا يكون بنادي معين، فأنا دائما احنا الدوله موفرت لنا باسعار رمزيه نوادي كبيره ونوادي فيها الطفل يتشارك فيها وكونه معه الام، فهي بتكون شيء جيد كونه انا بيروح معي بيجي معي، حتكون التكلفه كثير قليله، بنفس الوقت كثير مفيده للطفل. يعني انا ممكن يكون في بيئات تكون فيها الشارع والحاره هي مكان لعب الطفل وتسلايته،
في بيئات ما فيها ما متاح خلينا نقول هذا الواقع تبعهم، فهو اجباري بده يكون بمكان معين لا يقدر هذا وقت الكبير الفراغ يستثمر، والا وقت الفراغ دائما نحن بنخاف من وقت الفراغ الغير مستثمر لانه بجر مشاكل، بجر تفاصيل، عادات سيئه. فلا، الافضل اذا ادراني ولو انه انا ممكن بشيء واحد اقدر اخلي طفلي في خلال اشهر الصيف شو النتيجه بتكون للمستقبل. هيك خلينا شوي نحفز الاهل اكثر، النتيجه طبعاً اللي بتكون للمستقبل بتضل معه. اهم شيء انا بعمر الطفوله او اول مراهقه كثير مهم يكون عند المراهق رياضه او موهبه انا عم نمي له اياها، لانه هي حتكون معي مرادف لي بتربيته بهذا العمر الصعب. كنا نحن عم نحكي عن المراهقه ومشاكلها وسلبياتها وايجابياتها، فمن الايجابيات الكثير كبيره بالمراهقه انه الطفل عندي يكون في عنده موهبه، يكون في عنده هوايه. الهوايه بتنظمه اكثر، بتنسق له انفعالاته، بتنسق له عقله، قدراته، كونه هي المرحله صعبه شوي. فانا هون كسبت سلاح معي بيساعدني انه احمي فيه ابني بهي الفتره الحرجه اللي هو مو قبلاني فيها. بالنسبة للأطفال أكيد تعلم أي رياضة أو موسيقى إذا كان طبعا عنده ميول معينة هي شيء كتير مهم كمان، نفس الشيء لأنه هي لقدام حتكون مفيدة لإله لشخصيته لرياضة حلوة. في أطفال خجولين، في أطفال عدوانيين، الرياضة بتهذب النفس، بتتعود أنت على محيط اجتماعي غير المدرسة والواجبات. محيط اجتماعي بيعلمك أشياء هي بتفرغ لك طاقتك، بتحس الطفل بحس حاله مرتاح وقت يرجع على البيت، هو قدران يعمل اي نشاط مع اهله او حتى يكون قاعد رايق. هذه تفاعله حيكون غير لانه هو تنظم، انا ما خليته بلا تنظيم. تفضلي. طيب خلينا نحكي عن نقطه مهمه ثانيه استاذه ريم. اليوم كثير اوقات وخصوصا هلا بهي الظروف الاقتصاديه بيتحول شوي كيف بده يتم التعامل مع الاطفال او حتى الطفل شوي الكبير يعني المراهق ينزلوا يدرسوا وصلنا بعمر اكبر، هو ما له مجبور معناته هو عنده لا يستثمر الوقت الفراغ تبعه، وهذا شيء كثير جيد وكثير مهم. لانه نفس الشيء انا اخذت تنظيم واخذت وقت فراغ ما انه فاضي، وهو بفيدني لدراستي وانه ممكن اساعد اهلي بمصروفي الدراسي، هذا كثير وارد. مهمتي انا كاهل انه انا اعرف وين هذا الطفل او هي الصبيه او هذا الشاب الصغير وين بده يشتغل. العين دائما بتكون مفتوحه وانا محيطه بكل تفاصيل هذا الشغل، لانه احنا كمان بنخاف. هذا لساته ما هو دخل سن رشد ووعي وعاشر ناس وشاف اكثر لحتى يعرف الصح من الغلط، او لا يعرف انه ممكن يتغرر فيه كطفل او كمراهقه او لا، فيكون عنده احاطه تامه بانه هو يحمي نفسه من اي شيء خارجي. هي السلبيات. اما الايجابيات لا، هو بيبني شخصيه، بيبني قدرات ماديا، بيعطي شيء حلو للدافع، خلينا نقول بيعطي دافع انه انا اخلص دراستي وتوجه لمهنه معينه. ما كان عم يحكي الاستاذ هون قبل ما نطلع نحن انه سوق العمل، كنت تعرف على سوق العمل واحتياجات سوق العمل، وبنفس الوقت بس بالنسبه للاطفال شو السن المسموح فيه هيك شيء؟ هلا عاده فوق ال 15. في ناس بياخذوهم 5 سنين وسبع سنين مع ابوهم تحت اشراف الاب، بيكون شيء بسيط وبيكون للامانه بتكون الام يعني عندها مشكله بتواجد هذا الطفل بهذا العمر معه بالبيت مع اخواته، ممكن ترافق مع شهادات بالبيت، فبتقول لك لا ياخذوا ابوه برتاح انا كم ساعه الصباحيات. كمان هذا له نفس الشيء، انا اذا اب وعندي مجموعه، طبعا انا ما نحن ما عم نزن باي حدا، عندي مجموعه من الموظفين من العاملين، طب ابني ممكن يسمع كثير كلمات، يسمع كثير احاديث، يسمع مع انه هو تحت عيني وانا بشغلي عم بيكون يتعلم عادات سيئه انا ما بدي اياها انه يتعلمها. فكثير بده يكون الاب بده يربي وقت بده يكون ابنه معه، مو بس اخذه ليقضي وقت فراغ، بده يربي يعني عينه عليه. عم علمه اذا ما راح يكون هيك فلا، يفضل يقعد بالبيت ويتعذب، تتعذب شوي الام، احسن ما ابعته على بيئه مجهوله واقعد صلح سنين بالاشياء اللي هو تعلمها بهالكم ساعه اللي قضاهم. خلينا نرجع لموضوع الاطفال، وخصوصا هلا جاي الصيف وبدهم اكيد يستثمروا طاقتهم بطريقه كثير صح. طيب لنفترض اكيد في بعض الاطفال عندهم موقف الرفض وانه انا ما بدي اروح مكان، بدي ضل ممكن بالبيت، متعلق بالبيت، بده يكتب مثلا او يقرا او يضل على الاجهزه الالكترونيه، عنده موقف الرفض بشكل عام، كيف نحن ممكن هون نقنع هذا الطفل انه بدون ما يكون بطريقه انه بالرغم عنك او بالغصب عنك انت بدك تروح على النادي الصيفي وبدك تمارس انشطتك بشكل طبيعي؟ تمام. هلا اذا انا قدراني انه يقضي وقت مفيد بالبيت
فما في مشكلة إذا كانت هي رغبته. أما طبعا. إذا بدنا نقضي الوقت على الأجهزة اللوحية وهي التفاصيل بوقت كبير، لا هون يفضل الجبر. كيف نقنعه أنه يطلع ما مثلا؟ في ما في اقتناع هون ساعتها. أنا بعرف طفلي أي رياضة محببة له أكثر، يا ترى بيحب موسيقى، بيحب مجموعات الرفقة. وعادة الأطفال بتقول لا وبتمانع بأول فترة، بس وقت أنا أقدر نقي للبيئة الصح اللي هي رح تكون مبسوطة فيها، ولو تعذبت معه أو معه أسبوع بإني أخذه وهو مو رضيان على المكان الجديد، بس بعدين رح يتأقلم. الطفل سريع التأقلم. أنا بس مهمتي أعرف إنه هو ببيئة آمنة محمي من كذا خطر، مهم إنه عم يعمل شيء مفيد. تماماً. أما إذا بده يقعد بالمنزل وهو على الأجهزة اللوحية فهي كتير معيقة، وكتير بتستهلك من دماغه، بتخليه بالعكس عصبي أكتر، عنده حركة زايدة أكتر لأنه هي بتأثر على الدماغ. فأنا بصير مهمتي بعدين أول الشتاء إني أقعد صلح 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 الأشياء اللي تراكمت عليه بالصيف من هاي التفاصيل اللي حكينا عنها. لا فيني أنا أرغمه، وأنا إلي سلطة على أبنائي إني أرغمهم بشيء هو أنا بعرف شايفته لبعيد مفيد لألون. بس مثل ما حكينا إنه أنا بكون في أمان للولد بهذا المكان. في شغلة الأولاد غالبا الأهل بيجبروا علي أطفالهم، هي السباحة. أنا بس السباحة اللي عندي منها هيك شوي تخوف. هي بتخوف السباحة. كيف يعني بتخوف؟ دائما الطفل نحن عنا الخوف هو شيء فطري تماما. طريقة الغمر بالمي وأحيانا تعليم سباحة بيكون شديد، والطفل عنده رعب بأنه هو لسه النفس ما بيعرف يفصله، وغالبا بيطلع بعد 3 أشهر طفل بيسبح للأمانة من 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 دورات السباحة. بس بيكون كتير في ضغط عليه ليقدر يطلع بهذا النموذج. إذا أنا ماني فوق رأس ابني ما كتير يحبس تحت 5 سنين 6 سنين أني أبعته مع نوادي يتعلم فيها سباحة، لأنه بيكون في كتير خوف، وبكون أنا كرهته هاي الهواية كل حياته، كرهته السباحة كل حياته. وهذا كتير منشوفه، أنه أنا منشوف ناس راشدين. أنا هلأ ما بعرف أسبح ولا عندي جرأة أنزل بأي بركة مي من الخوف، لحاله بيقطع نفسه حتى لو كانت بركة المي ممكن 50 سنتي. بس هاي الرياضة بالذات أنا كون تحت يعني بإشرافي، أنا كأهل متواجدة معهم بنفس المكان، والتدريب يكون نقي تدريب شوي ألطف، لأنه هي بخاف أنا الأطفال بترفضها رفض نهائي بعد تعرض لمواقف تكون صعبة بتعلم السباحة بعمر الصغير. أكيد يعني نصائح مهمة مثل العادة معك أستاذة ريم سعد الاختصاصية بالتربية الخاصة، ونتمنى الكل يكون استفاد منا، وإن شاء الله، موسم صيفي يكون هيك فيه راحة وتسلية وأيضا تنمية مهارات. إن شاء الله. شكرا لك ريم، وأكيد على كل المعلومات اللي قدمتها. أهلا وسهلا. بتشرف فيكم.